عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ينطلق هذا الشوط شوطنا الذي يحمل الاثاره والمنافسه في الشوط الخامس عشر خاصم الجعدان محليات العصايل. مقدمه الشوط مشكور على المركز الاول وعلى الصداره عبد الله بن سيف بن زفن الحرسوسي بدا يقود الصداره يتقدم على المركز الاول، بينما المركز الثاني يتواجد ملفت علي بن ناصر بن علي الزرعي على المركز الثاني، أما المركز الثالث ثالث المراكز يتواجد والقادم مشاهدينا الكرام. نعود على المركز الثالث مشاهدينا الكرام، هناك ايضا الواصل اللي هو التيار محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما المركز الرابع زعفران علي بن زعل بن علي المنصوري يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز القادم اللي هو سراب محمد بن خميس بن شلبوت الخيلي، والمركز الخامس المركز السادس يتواجد الوسمي ناصر بن سعيد بن حمود الغيلاني على المركز السادس. هكذا الست المراكز الأولى في تحدي هذا الشوط، ونعود إلى المقدمة للمركز الأول. نسير مع مشكور اللي على المركز الأول حمودة بن زفن الحرسوسي مسيطرا على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام هناك لسيد حمودة، إذن علي بن ناصر الزرعي يتواجد
على المركز الثاني. أما المركز الثالث ثالث المراكز أيضا شعار بن شلبوت الخيلي يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز القادم شعار محمد بن سهيل بن عويضان، والمركز الخامس هناك بعيد عنا. خلونا مع الصدارة مع المركز الأول والتحدي الأول. نعود مع بداية الشوط ونعود مع المركز الأول. مشكور على مقدمة الشوط، مشكور على المركز الأول المسيطر بهذا الأداء لسيد عبد الله بن سيف بن زمن الحرسوسي على قيادة الشوط وعلى المركز الأول. ملفت على المركز الثاني علي بن ناصر بن علي الزرعي، بينما المركز الثالث يتواجد سراب محمد بن خميس بن شلبوت الخيلي يتواجد على المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز لسيد محمد بن سهيل بن عويضان، والمركز الخامس بعيد عنه. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول والتحدي الأول. السيطرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول المسيطر هناك بالقيادة الأولى والصدارة مقدمة الشوط. التحدي مع مشكور، مشكور على القيادة، مشكور لسيد عبد الله بن سيف، ولكن شوف اللي وصل، شوف اللي وصل وتحرك هناك من قير، غير على البداية مع بن شلبوت، مع بن شلبوت الخيلي المسيطر سراب، سراب وصل التيار، وصل التيار على المركز الثاني. يتحرك محمد بن سهيل بن عويضان، شوف الأسماء القادمة، الأسماء القادمة، ولكن مقدمة الشوط البداية الأولى الصدارة المقدمة. التحدي هناك مع الإثارة، مع المقدمة، مع بن شلبوت الخيلي، ما حرك، ما حرك عصاته في بطانه. التيار، 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 وأيضا سراب، سراب والتيار، سروب والتيار، التيار، التيار تسلل، التيار غير، التيار على المركز الأول مع مقدمة الشوط ومع الصدارة، مع المقدمة على المركز الأول. عاد سراب، عاد، عاد سراب، عاد، عاد على المقدمة، عاد على المركز الأول، انطلق على الصدارة، على مقدمة الشوط. سراب، سراب، خميس بن شلبوت الخيلي، محمد بن خميس بن شلبوت الخيلي، سلام، 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 تهانينا والناموس لحظات وصوله معلن الفوز، والناموس تهانينا لسيد محمد بن خميس بن شلبوت الخيلي المركز الثاني، لسيد محمد بن سهيل بن عويضان المركز المركز الثالث، للسيد محمد بن راشد بن حضيري في المركز الرابع، رابع المراكز للسيد سالم بن حمد بن بهيان، والمركز الخامس السادس معلق التحكيم. أما التوقيت مشاهدينا الكرام 8 دقائق و26 ثانية.